مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم قصه الناس اللي كتابعوه على قناه ميدي ان تي في. كنرحب اليوم بالحضور اللي معايا داخل البلاطو، كنرحب ايضا بالاستاذ فيصل الطهاري الاخصائي النفسي اللي غادي يرافقني في هذه الحلقه، والناس اللي جاوا اليوم خصيصا هنا في البلاطو ديال قصه الناس باش يشاركونا التجربه ديالهم، القصه ديالهم، وهما اللي عاشوا بزاف تاع المشاكل والمآسي في الصغر ديالهم، وهذا الشيء رافقهم طيله حياتهم. عقده عاشت معايا من صغري، موضوعنا اليوم في قصة الناس. اليوم معنا سكينة والمهدي ومراد، شكرا على الحضور ديالكم هنا في البلاطو. سكينة، قبل ما نبدا معك القصة ديالك، ما عندك بزاف ما يتعاود، عندك بزاف تاع الجراح، بزاف تاع الالم اللي بدات من الصغر وغدا معك حتى الكبر. قبل ما نسمع القصه ديالك غنمشي عند استاذ فيصل الطهاري، نهضروا على استاذ فيصل على المرحله ديال الطفوله اللي غالبا حنا كنستهنوا بها، زعما كيفاش نتعاملوا كوالدين مع المرحله ديال الطفوله؟ بدايه لانه صح تنوافقك في هذه المساله ديال انه غالبيه الاسر ولا الاباء والامهات يستهنوا بهذه المرحله ديال الطفوله اللي ربما تتندرج في انه ما تيعرفش، باقي صغير وما تيفهمش، فبالتالي تنقدروا حتى السلوكات ديالنا حنا الكبار ما تنعيروش لها اهتمام حدا الاطفال لانهم باقيين صغار. هذا فيما يخص السلوك ديالنا الكبار، وايضا السلوكات اللي ممكن تصدر من الاطفال الصغار ما تنعيروهاش واحد الاهتمام كبير. علاش؟ لانه باقي صغير وباقي، وهذه على المستوى العلمي ومن الناحيه العلميه هي واحد المقاربه اللي لا بغينا نقولوا عاريه من الصحه. علاش؟ بداية خصنا نعرفوا بان الطفولة فيها مرحلتين، فيها الطفولة الأولى واللي تمتد من داك زيرو آج تال ديك سيزون ولا ساتون، ومن بعد تال ديك 12 ولا ما يقارب مرحلة المراهقة، وهادو بجوج خصوصا الأولى أو الثانية بجوجهم فحال فحال، ولكن الأولى أكثر تعد ربما هذاك الأساس الأول ديال البنية النفسية. وهي تتميز باش تتميز بأنه طيلة هذيك المرحلة تيكون الطفل يعني يميل إلى الاستجابة أكثر من الإثارة، هو غير تيستقبل المثيرات ويستجيب. يعني غنرجعوا كيف ما كيقولوا الناس ديال التحليل النفسي والعلماء ديال التحليل النفسي، هو أنه تيشبهوا بداك الباتا مودلي ولا داك العجينة اللي يمكن أننا نصنعوا منها كيف ما بغينا. فهذه واحد المسألة اللي أساسية خصنا نشيروا لها، واللي من بعد تتبان مجموعة من الإشكالات اللي متعلقة ومتجذرة في هذه المرحلة اللي ستبقى معنا على طول. هذا الشيء اللي غادي نعرفوه اليوم، المشاكل اللي وقعت في الصغر واللي أثرت على هاد الناس في الكبر. شكرا لك السي فيصل الطهاري. سكينة، نبدا معك القصة ديالك، وأنتي تتقولي أنتي بنت علاقة غير شرعيه، كتقولي انت ما عندكش الكنيه، عندك كنيه ديال المخزن، انت باغا الكنيه الحقيقيه ديالك، انت بزاف ديال الحوايج اللي من صغرك كنتي عايشه فيهم، ولكن دابا الامور ولات يعني اسئله كتطرح بقوه، بغيتي كنيتك، بغيتي شكون باك، بغيتي. عاودي لي على هاد المشاكل اللي عشتيهم في صغرك. عشت صغري ماشي بحال الناس، الطفوله ماشي بحال ولاد الناس، يعني تحرمت من الحنان ديال با. يعني منين صغري وانا كنعرف انه با، يعني الام ديالي قالت لي هذاك هو الاب ديالك، كيدوز من حدانا، يعني هو ما ساكنش بعيد منا، سكن غير حدانا، كيدوز من حدايا، كتقول لي الام ديالي راه هو باك، راه هو داز، راه هو غير كيشوفني كيدير مني، كيتهرب من الواقع. واحد النهار شكون عندي 12 عام، قلت والله تنزعم عنده، اللي بغى يديروا لي يديروا لي، ماشي شغلي، المهم غادي نزعم انا. قررتي انك تواجهي باك. عاودي لي على هاد اللحظه، لان بقات في التاريخ دابا. عندك 20 عام 20 عام. ديك اللحظه بقات بين عينيا، مشيت لعندو سلمت عليه سلام، يعني شد لي في يديا وبقينا كنسلمو، قلت ليه عرفتيني؟ قال لي لا، جيتي عندي سلمتي عليه وبغيت نسلم عليك. قلت ليه واخا. ما عرفتينيش دابا؟ قال لي لا، قلت لي انا بنت فلان، انت اللي ولتيني معاها ونكرتيني، انت راك بالي نكرتيني، عرفتي من قلت لي هاد الهضره؟ دارا لا سمح لي ويدي، عرفتي يدي رفضها ليا من يديه. شوفي ما عمرك تدوري بيا، ما عندي حتى شي بنت سميتها سكينه، انا مزوج وعندي ولادي، خرجي من حياتي. عرفتي هاد الهضره عقدتني في حياتي. واجهتي انت، خرجتي فيه طرعت داكشي اللي ما قدرتش ديرو امك، درتي انت. درت شو انا؟ ايوا كنقول يا ربي غير يدور، مشى ما دارش عندي كاع. وما ديك 12 عام دازت ايام، كيشوفني فحال هكا، كنشوفي فحال هكا، وكيدير مني هكا، كيقلب عليا. كنبغي عاوتاني نزلم، كنقول عاوتاني غيدير لي شي جرحه عاوتاني في قلبي، وانا راه تجرحت في حياتي، ما فيها ما زيد شي جرحه منه.
واخا ب 12 عام كتهضر بهذا. دابا انت عندك 20 عام كترجعينا دابا للوراء سنوات ملي كنت عندك 12 عام عايشه هاد اللحظه عشتيها، وانت كتعاوديها دابا بحال وقعت البارح كتعاوديها وانت باقا تضربي بسبرديتك في الارض وكتشدي عينيك وكتزيري وكتسم. انت كنتي كتقري ديك الساعه ولاش كنتي كديري؟ كنت كنقرا. زعما بنت وقعت لها تعرضت لهاد اللقطه البشعه، ترجع تقرا، ترجع تاكل، ترجع عند امها مزيان، ترجع ولا تقلبات الحياه راسا على عقب؟ تقلبات من تما. حيت انت بعدا ما خديتي القرار باش تمشي تواجهي، علم الله شحال انت كتفكري فيه. الشجاعه باش مشيتي واجهتيه بعدا ملي جبتيها. حتى ملي كنشوفو غادي مع ولادو وداك الشيء كيبقى فيا الحال، هذيك الشجاعه انا جبتها كنقول واقيلا ماما قالت لي هو راه غير كتكذب عليا، رديتهم بجوجهم كيكذبوا. قلت كيفاش انا واش لعبه وسط الوالديه؟ شغلك بيديك براسك. مشيت عنده وقلت انا غادي نواجه، وديك الشجاعه جبتها من امي. امي كتقول لي ودي غادي يدور فيك، راه هضر فيا بنتي ودار لي ودار لي وهدبني. ما تمشيش عنده غادي يدير لي كيف ما دار لي. قلت لها لا امي، خصني انا نشوف شي درتو لي. اش درتو لي بجوج؟ بجوجكم انا بجوجهم كنحمل لهم المسؤوليه، ماشي با يعني بجوجهم. شي هي دارت شوي هو دار شوي. بصح وانا بجوجهم بصح وانا ضايعه في الحياه ديالي خارجه من بيناتهم بين الرجلين. واحد شادك واحد انا تنقولها لي، تنقولها انا با ما درت لك والو كنت غجانين، انا ما عرفت حتى حاجه. الا كان بيناتكم شي حاجه يعني صافي انا مسحو داك الماضي ودير لي انا غوريقات يا با، ما بغيت منك حتى شي حاجه لدرجه انني كنتوسل يعني كنحاول انني نحزرو بزاف ديال الحوايج والو ما بغاش. حيت الورقه يعني كيعترف بك. انا كنت يدير لي غير الكنيه والله ما تعطيني شي حاجه. سمحت ليك سمحت ليك سمحت ليك حتى الحنان. سمحت ليك غاعطيه لولادك الاخرين، انا عطيني غير ورقاتي، ما بغيتش ندير ورقه المخزن وانت باقي على قيد الحياه. ما بغيتش، المجتمع ما كيرحمش، شحال من واحد كيعيرني في الزنقه. العائله ديالو منهم اللي كيتعامل معايا ومنهم اللي ما كيتعاملش معايا. شحال من واحد شاف العائله ديالو عيبني بواحد الكلمه ديال بنت الزنقه. ملي كنسمع بنت الزنقه. واو واو ما كنصبرش. واخا سكينه مازال نرجعو نكملو، ارتاحي شي شويه مازال نرجعو نكملو المشكل ديالك. مهدي انت والديك عطاوك شي ناس يربيوك، وهذوك الناس عطاوك الزرقه تربيك، وانت كدور ما بين الوالدين واللي ربا واللي عاود لي على هاد المشاكل اللي عشتي فيهم صغرك. استاذه عشت بزاف الزنقه، بقيت رباوني ودخلوني المدرسه وشحال بحال دخلوني المدرسه. بحال كنت 12 عام هكا 15 عام خرجوني من المدرسه. يعني علاش ما كنتيش كتقرا ولا شنو؟ كنت نقرا. اها هو مالك؟ خصك تخرج، خصك تخرج من المدرسه، خصك تمشي تطلب. تمشي تخدم طلب. قلت لهم ما نمشيش نطلب، قلت لهم غنقرا وغنكمل قرايتي. قالوا لي لا غتخرج. هما رباوك باش تطلب عليهم ولا رباوك باش يديروا فيك الخير؟ باش يديو فيك الاجر مع الله؟ لا مشيو يسيطرون يطلب. باش تطلب؟ ما عندهمش الولاد؟ عندهم بنيه. حتى هي تخرج تطلب؟ لا كسيوا تسيطر مدرسه تسيطر شحال من حاجه. وانت كنتي كطلب يعني؟ ايوا. وفي الاخر تعداو عليا ضربوني رجليه بجوج. علاش؟ ضربوني السوده بالدار. شحال كان في عمرك فاش وقعت لك هذه القضيه هذه؟ كنت صغير شويه. تداو عليا وضربوني ضربوني الودنيه وشحال من حاجه. شنو كانتو يضربوك حيت ما كتجيبش فلوس ولا شنو؟ انا ما جبتش فلوس تاكل لاصه. ما جبتش لي فلوس تاكل لاصه ديما. مدرسة يعني بحكاك الما قريتيش ولا ما جبتيش المعدة تاكل العصا. النهار قلت لهم وروني والدية، قلت لي الوالدة ما عندي ما نقول لك، سير قلب على والديك سير عندهم. والغد هكا جبت لهم الناس صايبوا لي الأوراق وصايبوا لي لاكارت وصايبوا لي شحال من حاجة. كاش كاع بغيت صايبوا لي الأوراق لا لاكارت لا والو، مشيت لهاد الفقيدة الجامع. شي دار في قيد الجامع قلت لي واش خاصنا واش خاصنا؟ خاص الوراق ديال لاكارت، خاصنا نجمعهم وضروري خاصنا ندير لاكارت. لا انت ما عندكش وراق ديال والديك اللي ولدوك؟ لا والدي الاخرين ناكريني، ما بغاوش يعترفوا بيا كاع، نساوني. كيفاش؟ ناكرين باك ناكرينك بجوج؟ ماشي غير واحد ناكر؟ لا بجوجهم، بجوج. اللي ولدات اللي هكاك وجراو عليا الزرقاء. عشت في الدار البيضاء، عشت بزاف. عشت في الدار البيضاء بزاف، وثاني باش تنجر الرباط هنا ثاني تنعيش بزاف الزرقاء. ودابا جيت باش جيت باش عيطوا لي البارح، باش عيطوا لي البارح والبرد قتلنا قتلني البرد البارح. شحال علاش فين عايش انت؟ فين ساكن؟ فين اش كتاكل؟ فين عايش؟ فين؟ ولا اللي عطوني الحباب ناكل ما عطاوش الحباب. لا فين عندك شي دار؟ عندك شي سكنه؟ عندك شي بيت؟ عندك شي فين؟ ما عنديش، ما عندي لا سكنه لا والو. فين؟ باش كتير معاك الناس جراو عليا صافي. ايه ولكن في دابا في العشيه ملي غتمشي فين غتنعس؟ انا نشوف الزنقه.
كيفاش في الزنقه؟ ما هذا فين الناس؟ فين بلاصه في الزنقه؟ فين في القامره؟ في المحطه. كتنعس في القامره. دابا ما تخليوش الناس اليوم. الباب جيت عندكم اليوم والله ما ناعس، ما شايفش الناس كاع. غنخمم في والديا بزاف وناكريني. نعرف شتا قالت لي روايه سير عند باك وهذا. نهار قالت لي سير عندو جرى عليا من الدار. دابا شكون اللي ناكرك امك ولا باك ولا شكون؟ ناكريني بجوج تيقول لي سير. انت قلتي كنتي عند الوالده ناكرك باك. مشيت عندو. وتصادني الوالده. اللي رباتك ولا اللي ولداتك؟ انت تهضر دابا اللي رباتك ولا اللي ولداتك؟ اللي رباتني. اللي رباتك هما اللي والدين هذوك صافي هذوك. سالاو معاك هذوك. تداو عليا بزاف هذوك استاذ. واخا مهدي مازال نكملوا القصه ديالك مع مراد. حتى انت عشتي ولد 13 عام كنتي عايش في كندا. في مونريال. مع من خوك؟ خويا. تعيش مع خوك. تعرضتي للاغتصاب، العنف، ولد 13 عام. علاش؟ لاكوز د هادشي كله هو خويا. خوك؟ والديك فين كانوا؟ هنا في المغرب. كانوا في المغرب وخوك داك تعيش معاه. عايش عندي. تخيلي بنادم اللي كيشدك من لي طوندون ديالك بلكات من هنا ومن هنا. علاش؟ هكا قالها لي راسو. بعقلو؟ كتدرك بالاسلام، بنادم كيوجد لك بلاطو ديالك مقاد ماكل زوين وحطه قدام الطواليت يقول لك اجي تاكل السي. هذا خوك؟ خويا اسمه فخا. كبير عليك ولا صغير؟ كبر من كبر من خوك الكبير. انتوما غير بجوج اللي كاينين؟ احنا بجوجنا كاينين. جوج خوت زعما. ما عندك انت ما عندوش شي خوت صغر ولا شي خوت. انت اللي عنده هو اللي عندك. وجوج دريات. جوج دريات. في الاخر شفت عيد تنقول هادشي كله بحال هكا جا فيكي. هربت ليه ملي هربت ليه بقيت غادي لقيت راسي في البارك مون رويال. ولد 13 عام هربتي لخوك. ياك؟ ولد 13 عام هربتي. لقيت راسي في البارك مون رويال بقيت غادي طالع حتى لا مونتان مون رويال تما فين لقيت جوج ديال لي بورتوغي كيف نقولو مقادين الحالة تما اغتصاب. صام شوكي ما نكذبش عليك صام شوكي شحال من عام لحد الان مازال مشوكي بهاد القضية. وكيف درتي مع المصائب هذيك؟ اش درتي من بعد؟ ولد 13 عام اغتصبوك هذا خوك تيعنفك هربتي من خوك تحتي في وحدين اخرين شنو درتي؟ اش درت؟ حاجه ما كتنساش بقى بحال واحد المورسو ديال الخشب وبتكرافات فيه شي حاجه ديك لاكرافيور اللي بقات في داك المورسو ديال الخشب مازال تحيد وصعيب بزاف باش تحيد. اون بليس دو سا اول خطره كنبغي في حياتي بغيت واحد البنت ديال واحد لا فامي اميغ والحب ديال الصغار ما كاينش بحال ولد 13 عام تقول هاد الهضره. بغيتها من قلبي تدا واش شنو دار في الاخر الفيلم كمل بحال هكا. الفيلم بدا عندك ماشي كمل في 13 عام تاع عاد يبدا فيلم وما بقى ما اكثر من حاولت ننتحر الخطره الاولى الخطره الثانيه اكتشير مونيت مازال كنفكر ننتحر هادشي كله باش نخليه على خاطره. والديك في راسو ما شتي تتعاود؟ الوالد توفى الله يرحمه. توفى قبل ما يعرف هادشي؟ قبل ما نعرفو انا براسي. انت ما عرفش باك؟ الوالده ديالي ديغنييغمون توفات بان كونسيغ في لاتيستان ديالها. ولكن كانت عارفه الله يرحمها هذا الشيء اللي وقع لك مع خوك؟ لا اختي اللي عارفه ماشي من الوالده. الوالده ما فرصها ما يتعاود؟ لا. واختك اياه ومنين عرفات اختك؟ اي با يافا ما عندها ما دير. هادشي اللي كان. جابوك للمغرب اش درتي شنو؟ بقيتي تما ولا شنو؟ لا دخلت للمغرب. دخلتي شمن عمر دخلتي للمغرب؟ القضيه ماشي هذيك اولي تبقى تما كل صباح تاخذ مسمن من عنده على والو كل صباح تاكل مسمن تيبان لك الدور ابيض تخيلي معايا كيشد واحد لاغاكل تيحطها هكا في الارض وخصني نبلي رجليا بحال هكا ونحطهم فوقها لدرجه اني مابقاش كنمشي مقاد مابقاش كنمشي وهذاك. ورجعتي بحالتك للمغرب؟ دخلتي امتى دخلتي؟ شحال كان عمرك؟ جافي 16 لا 16 راني تما جافي 18 الاغتصاب كان في 13 عام. العنف كان في 13 عام 14 عام وانت غادي. خوك كان عارف بهذا المشكل اللي وقع لك؟ لا ما لقيتش نقولها له. انا من عندكم من هنايا بغيت نقول يسمح لي لحاجه وحده كذبت عليه قلت له ديك الضربه اللي كانت عندي في الفاس ديالي زرقاء راه ماشي هو راه هادوك لي بورتوغي اللي شدوني في لا مونتان مون رويال راه مول داروا لي هكا. ما هو شدني باللقاط من هنا شدني من هنا باللقاط تيورك مزيان وانا ما داير ليه والو تعطيني المسمن كيف تنقولوا هادشي كاين ولكن هذيك ديال البلو اللي كان عندي
ماشي هو. واخا مراد مازال نكملوا القصه ديالك، لحقاش انت حاولتي انتحار اكثر من جوج ديال المرات باش تنسى هذا الفيلم هذا. وصلتو بلي با تيقي بيه ما كيتنساش الشيء هذا، وتا واحد ما يقدر يدير راسو في بلاصه. في عمرك 33 عام وباقي تتعاود على 13 عام. بغيت شي حد يدير راسو في بلاصتي ويجاوبني فهاد لوكا هذا ديالي. صعيب 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 يا جماعه، تجربه عشتيها بوحدك ما كتعاودش. واش عيب هاد الله انت في لامونتان مو غوايار قدامك جوج ديال لي بورتوغي كديرها ما حداك حد، ها ما حداك حد بوحدك وعندك 13 عام وصغير. ولا كوز ديال الشيء كله شكون خويا؟ خويا مون بخوبخ فخا يا دوك واستي غير اون بون كذب عليك. سي فيصل الطهاري دابا بانت عندو احداث خطيره وقعت في الطفوله، يعني ماشي شي حاجه، اغتصاب، عنف، نكير، والدين تيقدموا الاستقاله، وليد صغير دار السعايه هو صغير، بنت كتواجه باها فاس فاس تتواجه بالحقيقه وكتقول لك اش دار ليا اش دار ليا. اكيد هاد اللحظات ولا هاد اللقطات ما عمرهم ما يتمحوا في الذاكره، بدليل انهم دابا تيهضروا عليها بحال وقعت البارح. وبدايه كاين واحد الفرق كبير ما بين الحدث اللي ممكن نتعرضوا ليه وحنا اطفال وما بين الصدمه. Il y a des événements اللي ممكن يكونوا شوكون كاع تعرض ليهم، ملي كنتي صغير مثلا تحرقتي، طحتي من الدروج، دخل فيك موتور، درتي هادو كلهم كيبقاو في اطار الحدث، واحد الحدث مأساوي مريتي منه، لكن ملي تنجيو الصدمه تيكون الوقع ديالها اكبر، هنا تنهضروا على التروما. اذا كاينه صدمه نفسيه وكاينه تبعات واثار ديال الصدمه النفسيه اللي كتولي ممتده في الزمن، ما يمكنش لينا نحصروها. ما يمكنش انا نقولوا 13 19 عام صافي غادي تنسى، ولا دابا تكبر وتنسى، خصوصا شي حاجه اللي خصوصا في الحاله الثالثه مثلا اللي تتمس مثلا كرامته، تيولي اغتصاب، تيولي واحد ما نقدروش نسميوه عنف لانه تيتكلموا على القاط وتيتكلم على بزاف ديال الحوايج. اذا انا تنهضروا على واحد الانسان اللي ربما بين قوسين مريض ولا سادي تتلدد في انه يعذب الاخ ديالو، ولا في الصدمات النفسيه اللي تعرضوا لها الحالتين الاولين اللي غير بقاو مرافقين لهم في الحياه ديالهم. طبيعه الحال الملامح النفسيه ما يمكن تدلنا الا على الاضطراب النفسي. اكيد اننا اليوم قدام ثلاثه ديال الحالات كلهم مهتزين نفسيا، ما يمكنش لينا محاوله الانتحار. طبيعه الحال هذا وصلنا لواحد المرحله كاع متقدمه من الاضطراب النفسي، اذا وصلنا للمراحل المتقدمه من الاكتئاب، لانه القانون المغربي تيقول مثلا غير في المستعجلات الطبيه الا كان امامنا مريض غير هدد بالانتحار يجب الاستشفاء ديالو، ما عندش الحق للطبيب حتى يخليه يخرج من المستعجلات، خصو يشدو ديك الساعه غير هدد غير قلب فمو. اما لو وصلنا لي طونطاتيف دو سويسيد هنا ولينا في واحد المرحله متقدمه، ولينا لو باساج الاكت، ولينا من التفكير للفعل. اذا هذه واحد المساله اللي متقدمه في المرض النفسي عموما. هذا هو ربما الذي يحز في النفس اكثر، وربما اللي كيبقى شويه عنده واحد الثقل ديالو، هو اننا تنشوفوا كل هذه الصدمات ولا ما حكي لنا في هذه الحلقه مرتبط بشكل اساسي بفعل الاخر، ما مرتبطش به هو، ماشي هو اللي خرج وماشي هو اللي مشى تلاح من هذا، ولا هو اللي قال لهذوك الناس اجوا اغتصبوني، ولا هما اللي قال لهم ولدوني وما تعطونيش السميه، ماشي هما، مرتبط بالطرف اللي بين قوسين عليه صفه المربي، اللي نورمالمون هذاك هو اللي خصو يربيني انايا. فاذا منين ما غاديش يربيني هذاك الانسان هو ما مربيش وهو ما عندوش حتى الاستعداد لانه يكون ولو اب او لا ام، يعني ربما حاشا اننا نوصفهم اباء والامهات، لان ما عمر الابوه ولا الامومه كانت مرتبطه بالنكران ومرتبطه بالاستقاله ومرتبطه بالعنف والعدوان، ولا في الحاله ديال 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 السيمورات اللي مرتبطه بالاخ، لكن تتبقى عموما هي واحد الملامح نفسيه اللي تدل على باب واحد او نقطه واحده اللي هو الاضطراب النفسي. طيب شكرا السي فيصل، مازال نعرفوك شنو وكيفاش يخرجوا هاد الناس من هاد الحاله النفسيه. طيب لحظات مشاهدينا ناخذ فاصل اعلاني ونرجع نكملوا قصه الناس. نكملوا سكينه ارتاحيتي شويه وتحنا ارتاحينا شويه من القصه ديالك، لانه قصتك والقصه ديال الاخ زعما واحد من هنا واحد من هنا، داكشي حتى المشاهدين في الحقيقه غيكون القلب ديالهم تتزعزع من هادشي تيسمعوا.
انت دابا عندك سكينه 20 عام، ما بقاش عندك 12 عام 13 عام. قدرتي شويه تخلصي من هذيك باك دايز باك غادي، حيت باك دار حياته ديالو، عنده ولادو، عنده مراتو، عنده حياه، تيفكر غدا شنو غيدير، شنو غياكل، فين غيمشي، تيأسستي، بنيتي، طلعتي، تيدير الحياه ديالو. انت كاينه شي حياه عندك ولا باقا تتسنيها هو غادي هو جاي؟ لا ما عنديش حياه، مازال كنتسناه، حيت هو غير حدايا. كيفاش غادي ندير نسا واحد كيدوز من حدايا كل صباح كل عشيه كل كي غندير نسا؟ مرشو كتعيرني، مرشو فين ما تشافني تخزر فيا دير شي حركه خايبه، ما عندك ما تصوري من الناس تعياي. هو عاوتاني كيقول لك واش امك دايره معايا شي كاغيطه لا باش تبعاني ديما. انا واحد النهار صافي قلت غادي ندير فيه شي جريمه قتل، غادي نمشي للحبس، ما نقدرش نبقى انا كوره وسط امي وبا. واحد النهار لقيته في السبيطار كيداوي بنته، انا ملي لقيتهم ضربت فيهم هكا بجوجهم، جالس حداها وجالسين كيتسناو الطبيب وهذا. قلت علاش ما نكونش بلاصه اختي انا اللي قبل منها؟ علاش علاش حيت هي تابعاني. هو اصلا الاب ديالي كان كيتفلى على الام ديالي وديك السيده، يعني كيقول لي صدقات هي هذيك. ايوا ملي حملات منه الوالده وكذا ونكرها، صدقات بجوج والاخرى صدقات ليه. شي صدقات ليه شي خرج عليها. صافي ومين ضربت فيهم في حركه ورجعت في حالاتي. هو شافني هو يقفز، عارفني غادي ندير فيهم شي حاجه، كنترعد عليهم نيشان. شافوا لي ناس في السبيطار قالوا ديك البنت شي حاجه باغا ديرها. انا جيت في حركه بغيت نمشي عند واحد المستويقه نهز شي موس نخشيه فيه، واحد السيد عقبية شافني كنترعد كامله كنشوف فيه كنقول صافي. قلت في راسي غادي نقتل با، غادي نقتل با، غادي نقتل با. صافي ثلاث هاد المرات قلت شاف عقلي ومشيت نهز الموس. قلت ماشي شغلي، ماشي شغلي في الحياه، ضاعت لي حياتي، انا بقات شي حياه عندي. صافي بغيت نهز داك الموس، وتبعني واحد الراجل عقبية شافني كنترعد عليه، قال لي بغيت غير نعرف مالك، مين دخلتي السبيطار ما عجبشينيش. قلت ليه هذاك السيد اللي كتشوف جالس تما هو ديك البنت، انا اللي خصني نجلس قدام، انا اللي خصني نجلس بلاصه ديك البنت، انا اللي خصني يداويني بلاصه ديك البنت. قلت اش كتقولي؟ قال هذاك راه با، راه با. ملي كيسمع الانسان با كيرجع اللور. صافي ملي كتسمع با راه، وكنقول ليه با، يعني كي راه حاشا نقولو با، كنقول ليه عاد انا با، خصني نقول ليه هذاك السيد. هذاك السيد وانا كنقول ليه با كنهز ليه بقيمته با. انت محتاجه تقولي با، راه ماشي ما كرهتيش فيه، واخا اللي يسوى واللي ما يسواش تقولي با. خصك تشوف في المناسبات الناس كيعيدوا غير انا وميمتي، ما كاينش اللي كيطلع لينا، ما كاينش اللي كيقول دوك الناس مساكن ولا لا، والو مقهور غير انا وميمتي. تمني تكون كنت وسط خوتي وسط با ما تحققاتياش. ايه ولكن دابا سكينه، دابا شنو الحل؟ واحد ما حاشيهاش ليك، واحد ما محش بيك، موتي عيشي انتحري، ما مسوقش ليك، هو ما تيعرفك. شنو هو الحل سكينه؟ شنو هو الحل؟ ندير معاه الحل، هو ما بغاش هو يدير معايا حتى شي حل. ملي كنقول ليه انا بغيت، هو كيقول لك انا غندير معاك اخر حين، عارفني غادي نقتل ولا غنقتل ولادو، بغيت ننتقم، درت الانتقام قدامي. ما غاديش نشوف حياتي، الراجل اللي جا كنجري عليه ما غاديش نتزوج، ما انا معقده سيدي، سير في حالك، هكا كنقول للناس، سير في حالك اسيدي، شكون كان باغا نتزوج؟ ما باغاش. انا سيدي راه عندك مشكل مع راجل، عاد تشوفي راجل انا هذا لاكارت لا حتى حاجه سيدي. انا راه ما كايناش، انا ما عنديش الهويه. عندك المشكل ديالي مع با، كنجري على الخطاب هكا، شحال من واحد جا عندنا للدار، كتقولي ماما راه معقده ليا البنت، معقده ليا حياتها، امي كتبكي وانا كنبكي. ايوا والغالب الله. ايه والحل دابا نبقى كيبكي بكي ولا الحل ولا نقتل ولا شنو الحل؟ ملي درت الانتقام، الحل ماشي هو انتقام، درت انتقام كندير واحد الشد من هنايا. إيه اذا انت مشيتي ماشي غير تفكري وتديري، انت مشيتي ابعد من هادشي. انتقم صافي، ما بغيت ننتقم من ولادو باش حتى هما يحسوا بذاك الحرمان اللي انا تحرمت منهم. ولادو كيقراو في واحد المدرسه، ديما كنمشي واحد مور الشجره، بغيت نشد ولدو ولا بنتو نخطفهم باش حتى هو يحس بالبلاصه ديال بنتو، ويبغي يجي عندي يقول لك اري بنتي ولا شي حاجه، نقول ليه ياه هذه حسيتي بها يا ابا، انا ما حسيتيش بلاصتي. هذا الشيء تتقولي من عمر تتقولي هذا التخطيط؟ الان هذا اللاج ديالي كنشوف مرتو جايبه الدراري، هو مره كيجيبهم وضحك وكيشري لهم باسطات حداوي، ضحك معاهم ناشط، ما حاس كاع بالبنت اللي محروقه. كنمشي ورا الشجره وكندير شد لها باش ما يعقدش عليا، وكنشوف بنتو خارجه ولا ولدو، كنبغي نمشي كنقول عاوتاني اش داروا لي الدراري، اش دوك الدراري اش غادي نديرهم؟ تا هما ما عارفين، تا هما كانوا غا جايين، وكنرجع عاوتاني كيما كنت انا بلاصتهم، كنقول تا هما كانوا غا جايين اش عارفين. هو اللي فيه البروبليم، هو اللي فيه المشكل. الوغ انا خصني نتخلص من با، ما خصنيش نتخلص من ولادو. خوتي كيشوفوا فيا حاسين بيا، تا هما حاسين بيا، كيفاش غادي نقول لهم انا اختكم؟ هو راه يعني واحد الحد بيني وبينهم دايز بيناتنا، حتى كنبغي نمشي عندهم نقول لهم انا راه اختكم،
كنبغي نعنقهم، كنبغي بزاف د الحوايج، الحنان، كنبغي كنبغي نعطيهم الحنان ديال الاخوه، ولكن كيفاش فيس واحد الحاجز بيني وبين خوتي؟ كيفاش غادي نجي عندكم ونقول لكم اخوتي ونعنقكم حدايا؟ كيفاش كيفاش غنفرح وسطكم في المناسبات؟ كيفاش غادي؟ ما عرفتش هذا السؤال هذا ما عندوش الجواب. امك فهاد الشيء ما تحضرش فهاد الشيء. امي اش غادي دير؟ امي مسكينه كتقول كان شي هو. فاش كانت معاه هي فين؟ فاش كانت هي وياه؟ مشات عندهم. كانوا بجوجه هما ما كانوش يفكروا فهاد الشيء. مشات عندهم. هي على حسب كلامها كما كنقول لكم انا ما عارفه والو كنت صغيره هي كتعاود ليا دابا. مشات عنده قال لك داتني ليه قالت لي هو سميتو انا ها هي بنتك. لا لا سمح لي بنت الزنقه راكي معروفه. هاد الجواب الجواب اياه اه. واحد النهار فكرت انني يعني حتى جداتي انا امي الام ديالي زعكاتها من عرفاتها حامله فواحد الشتا فواحد البرد ندس علينا حنا عرفاتها حامله قالت ماما فين غادي نمشي مع وانا حامله بالبنت وباها نكرها ليا فين غادي نمشي ها يا ربي الحبيب كتقلب كان واحد الشتا والبرد حسب كلامها هادشي اللي عاودت ليا هي قالت لي كان الشتا والبرد فين غنمشي بك هيا بنتي حتى واحد ما قبلني دقيت عليك يقول لك ويلي ولي جايه عندنا المهم دايره عرقه غير صغيره كيعطيوها واحد الاسم ما رحموهاش المجتمع ما كيرحمش كما كنعرفوا دقات على واحد السيده قالت ليها عفاك نبات عندك هذه الليله راني حامله راه ما كاين فين غنمشي خوتي قتلوني جراو عليا قالوا لي سيري داك الحرام اللي فكرتك سيري شربي عليه شي دور سيري شوفي اش غديري ليه انا حرام واخا دقات على ديك السيده قالت ليها واش ممكن بات عندك غير يوما راه هذا راه حصلت ودرت مع فلان هو اصلا كان ولد البلاد هو معروف ولد البلاد ديال الوالده ديالي تما فين كيحصلوا ايوا وقالت ليها لا سمحي لي لا ما يبغيش راجلي ندخل شي وحده فحالك والده تدعو عليها جميع البيبان ما لقات فين الدق حتى شي باب ما تفتح فوجها الا بيبان الله سبحانه وتعالى سو كاينه دابا شنو الحل فهادشي تتقولي الحل فهادشي انا هو تيقول لي نديرو تحاليل وملي كنقول ليا راه تقلب معايا كيقول لك لا انت اللي تابعاني قلبي انت على راسك ومشيت كنقلب على جمعيات في الرباط في قنيطره كاين معايا واحد ولد عمتي حتى هو مسكين لقيت فيه خير ما لقيتو في با حتى هو مشى معايا مسكين كيقلب على معايا على جمعيات ما لقيتش جمعيات تعاوني في التحاليل واخا درت مع واحد تحاليل في التحاليل شنو هو تعاونك في التحاليل التحاليل زعما يعني واخا يبغيو يعاونوني نقدر نمشي نجيبو انا زعما قال لي نمشي معاك والله حتى نمشي معاك كيحلف ليا كيتمشي هو كيعاهدني اها عاهدني باغا تمشي معاه هذا مكسب عندك انه هذا الراجل كنتو حيت صافي حيت عارف راسي غنتاق منه يا غدير معايا شي حاجه غنقتلك ولا نقتل ولادك ونمشي للحبس مع الاسف مع الاسف هادشي اللي كتعاودي صعيب 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 بزاف والتفكير اللي كتفكري فيه صعيب صعيب بزاف انا نسول الدكتور لان هادشي قاسي لواحد الدرجه الانسان تيفكر يقتل الانسان تيفكر تتقولها بالعلالي بوجه احمر انا نقتل غندير نفعل نترك شنو هذا ماشي حل وما عمره ما غيكون حل اكيد انها بدايه كيف قلنا في الاول هي لا تتحمل المسؤوليه في كاع هادشي اللي واقع هو واحد الخطا ديال جوج ديال الناس ربما هما العلاقات الغير الشرعيه وهادشي اللي تعطيونا واحد الناس اللي هم ضحايا ما عندهم حتى شي ذنب تيجيو لهذ الحياه وتيعيشوا المشاكل ديالها والازمات ديالها لكن على العموم انا تنظن بانه اكيد ربما ملي تيوصل الانسان لواحد اللحظه ديال الغضب واحد اللحظه ديال تراكم مجموعه من الالم دابا راه هي ما عندهاش غير المشكل ديالها دابا هي رجعت هذاك التفاصيل اللي عاودت لها امها كيفاش ولداتها والنهار اللي ولداتها فيها وكيفاش فهذاك الاحتقان النفسي تيوصل لواحد المستوى حتى اللي كيولي يفكر الانسان يا اما جوج ديال الحوايج يا اما يأذي نفسه يا اما يأذي الغير وهذه واحد المساله اللي دائما كنقولوا بانها دائما تدخل في اطار الاضطراب النفسي ماشي في اضطراب زعما التوازن النفسي ديال هذا الانسان وفي نفس الوقت ماشي حل ما كاينش حل لانه الا كان واحد الحل اللي غيحقق لي انا ما غتستافد حتى شي حاجه لان من بعد راه هي تتكلم وتتنقد الفكره ديالها وتتقول لك وشنو ذنب هذوك في نهايه المطاف هما هذوك خوتها وخواتاتها وهذا لكن على العموم ربما كيف ما جا في كلامك المكسب الان الحالي لهذه البنت هذه هو ان هذا الاب هذا يعترف انا ما عرفتش علاش مبلوكيه هذه القضيه ديال لي زاناليز حيت واحد المساله اللي هذا ممكن بدايه انه ممكن يلتجئوا للناس ديال المحكمه والمساعدين الاجتماعيين ديال المحكمه الابتدائيه وخصوصا ديال الاسره للتوجيه للمختبرات اللي يديروا هاد التحاليل وطبيعه الحال وياخذوا حتى الاذن ديال التحليله تناخذوا اذن باجراء واحد التحليله طبيه ديال الخبر الوراثي ديال الادن باش نعرفوا واش هذا ينتسب الى هذا وطبيعه الحال الا كانت هذه المساله في الاخر غادي تنتهي وهي ما عندهاش كيف كتقول لك انا ما تنتظرش منه لا عطف ولا هذا الشيء صافي ونا ديباسي انه يحن عليا ولا يعطف عليا اللي عطى الله عطى وصلات مع
شحال واحد المستويات من الصراع اللي متقدمه. اذا انا تنشوف بان بقى عندها المشكل في الاسم، باغا تاخذ واحد النسب معين وتقول قدام الناس بان هذا الاب ديالي. هذا واحد النقطه ايجابيه، لان الصراع اللي كيكون دائما في هذه المساله ديال الاعتراف هو لادان اللي ما تيبغيوش يديروها هنا تنوقفوا. تيقول لك لا سيدي انا ما نمشي معك لا للتحليله لا للمختبر، انت ماشي ولدي انت ماشي بنتي وانت هلمه. منين وصلت هي لهذه المرحله ديال انه هذا؟ وانا اللي نصحها المساله الثانيه هو انه تحاول ما امكن ان في التواصل ديالها معه ما تواصلش لا هي ولا تواصل، دائما يشوفوا واحد الوسيط ديال الخير بيناتهم اللي يقدر يمشي ويجي بيناتهم. لان الا مشات هي وجات اكيد غادي يتعصب عليها، واكيد غتكون ردات الفعل ديالو ماشي هي هذيك. وفي نفس الوقت الام ديالها ما عندها ما تقدم ما توخر، فالا وصلت لشي حد اللي ممكن يحترم في ذاك المكان بما انهم تيسكنوا في حي واحد ولا في هذا، ممكن امام ديال المسجد، ممكن واحد الانسان اللي تيتحترم، مشي نحكي ليه القصه ديالي، قول له عافاك توصل لي عند ذاك، انا ما طالب منه والو، باغيه يمشي معايا. وهذه المساله ديال التحليلات اظن بان ما خصهمش تاخرهم، لان هي واحد المساله اللي وارده وما تحتاجش لشي مساطر معينه، تحتاج لان جوج ديال الناس يمشيو تيتخذ لهم شويه من اللعاب من الدفل ديالهم وتنتهي الامر. واخا شكرا لك سي فيصل، شكرا لك سكينه. ولا وقعت شي تطورات في القصه ديالك مازال نتواصلوا معك باش نعرفوا شنو درتي. مهدي نرجعوا نكملوا القصه ديالك انت، داك المعاناه اللي عشتيها في الصغر ديالك هي دابا اللي تتأدي الثمن ديالها. انت تنكرفص متشرد، الشتاء دابا تنعيشوا الشتاء وتنعيشوا البرد، وانت كتعيش في المحطه وتتعيش هذه المسائل كلها. يعني المسؤوليه اللومه على من في هاد القصه كلها؟ واش على اللي ولد ولا على اللي ربى ولا على المجتمع ولا على من بالضبط مهدي؟ هاد التكرفيصه اللي انت فيها هادو لا ربى ولا افساده هما اللي داروا لي المشكل كلشي. هما اللي دابا كتطل تنتعصب بزاف وشحال من حاجه، تيقول لك سير خرج سير خرج طلب سير جيب هادي سير هادي. شحال من عام وانت تطلب؟ بزاف. هذا رمضان اللي داز العام راه داز هي تمارة. لا انا كنهضر على الصغر، ما دابا راه كبرتي، دابا لقاك شي واحد طلب غتقول سير انت. نهضر على الصغر ما تيولي استعمال ديال الاطفال، سير طلب وجيب لي الفلوس، ولا ما جبتش فلوس تاكل العصا. شحال من عام وانت تطلب وشحال من عام وانت كتاكل العصا؟ بزاف. العصا راه ديما تناكل، ما جبت حتى حاجه، ديما تاكل العصا. الودنيه رجليه مكرفس بزاف. نعم. شحال من حاجه. مع الاسف. واخا مهدي مراد نكملوا القصه معك حيت ما بقاش بزاف الوقت، هذا الشيء الناس وكاينه خدات بزاف ديال الوقت. مراد دابا نفسيا كيفاش كتعيش دابا؟ نقدر نقول وانت اللي كتعاود اللقاط وتتعاود الاغتصاب وتتعاود على الزرقيه اللي باقا في الحماك، وهذا الشيء باقي عايش معك؟ هذا الشيء كما قلتي توشم ما يتمحاش، ما غادي شي. نقدر نقول لك اللي تيبكي من الداخل ماشي بحال اللي تيبكي برا ودموعه تيبان. نقدر نقول انت عندك الموتى لداخل اللي مات لداخل، واخا ما كتبينش على برا. انت يعني تقتلتي في طفولتك، في اغتصبتي في جسدك، تقاس الحرمه ديال الجسد. البراني البرتغاليين وما عرفتش منين الجنس اللي خرجوا عليك وخوك وكل شيء، الظروف تحامات باش تعطينا شاب مهزوز خربقوك. ديال بصح. والحل بالنسبه لك كان هو الانتحار، هو المحاوله الانتحار كل مره. الخطره الاولى والخطره الثانيه حتى وحده فيهم ما صدقات. بغيتيها تصدق انت؟ لحق وكنت منها تصدق لحقاش جوني غالبول. صافي كنقسم لك بالله الا تنحط راسي فوق المسند الا بحال ان سيدي كيبدا يدور ليا في دماغي. داك السيدي ما تيوقفش، ما ديرش ليه بوز والو، ديما يبدا يخدم والو، ما تيحفاش ما كيخسرش. هذا هو المشكل، غتبقى دائما تعيش بالسيدي ديال تيبقى تيدوري دوري ديال الكاط اللي كيشدك خوك من الصف. وباركين في الطابله تيقول لك تاكل فيه السم، تاكل فيه الزغدين العنف، وتنحس بلاكوغج ديالي تيولي فيها انا ترونكلومون في لاكوغج ديالي. ضروري ما خصك تاكل، واخا كتسمع ديك الهضره تاكل فيه السم وتاكلو. ولا تاكل العصا ولا اللقاط. وهنا في لي طوندون ديالي انا تيوريك مزيان اش درت ليه في الاخر كيطرق بالاسلام. واش درتي ليه؟ اش درت؟ ما درت ليه والو. لا واش كيقول درتي ليه؟ حيت اكيد هو تيقول ما حملنيش اللي جي عنده نعيش عنده في موريال. ما حملكش تسكن معاه تو سامبلومون. بغيت هنا منك وخرج عليك ديال بصح.
وما تخميش غادي نخليه على خاطره، كلهم يبقاو على خاطرهم. كيفاش غادير لهم؟ جامي دو سون تخوا. وخاطرك انت؟ انا شغلي معاه ملي نمشي للجهه الاخرى راه عارف كل شيء، هو الجهه الاخرى راه عارف فيها كل شيء، عارفني ما فيهاش الكذوب، عارف كل شيء. كيفاش الجهه الاخرى؟ الجهه الاخرى عند الله. تحسبوا عند الله. على شنو قصدت لك جامي دو سون تخوا؟ انا ديجا عندي جوج ديال لي تونطاسيون دو سويسيد، ما تقولش. هي الثالثه. التخوازيم ما تصدق ان شاء الله. لحقاش صافي. ما كتبعش عند شي طبيب ولا شي حاجه، لان هادشي اللي عشتي ماشي سهل. زعما شي طبيب يرافقك نفسيا يعني يشوف لدائحه محاوله الانتحار، هادشي تتقول صعيب. ما مشيتيش عند شي طبيب تبع؟ لا. كيفاش كتعيش دابا ومع متى تعيش؟ دابا تنعيش في واحد البيت. اها بوحدك؟ بوحدي. علاش؟ كنسد عليا نبقى نبكي بحال شي مسطي. اها ماشي كي. وما باش كتعيش، باش كتاكل، باش كتخدم، والو. ومين تتبقى سد عليك في البيت كتعاود غير داك السيدي. ايوا. تتبقى تفكر داك الشيء اللي وقع. هو ما عمره ما تفكرك ولا جا عندك ولا شافك ولا. ما طيشة خامجة كتلح ليا الوجه. تفكرني قال ما يدير. هو تيتفكر يتدرك بالاسلام. يبدا تيعطي كيفاش يقولوا الخطبه ديالو هو. تيبدا تيحلل اللي بغا ويحرم اللي بغا. دابا هو حلل فيك انت هذا الشيء، داروا لك حلال. فاش شدك من هنا وتيتكرفس عليك كان حلل. تيربيك. سي سا فاسون. هو تيقول لي دابا هو راسو اش قال لي؟ قال لي دابا راه التربيه هي هذه. انت حيت ضايقتي انت في كندا تما ما خليتيش يعيش بوحدو كيما بغا. والله ما كاين اللي يدير راسو في بلاصتي في كندا، كنقسم لك بالله العلي العظيم، ولا عايش داك الشيء اللي عشت في كندا طوب باخر، ولا كاين داك الماختيغ اللي عشت في كندا، والله ما عاشو شي واحد. واخا مراد اش غنقول لك؟ كنشكرك على الشيء اللي عاودتي، ولا ما عرفتش انا زعما بحال فاش كيسمع الانسان بحال هذا المصايب. زعما شكرا حيت جيتي، ولا شكرا حيت عاودتي هذا الجهد. شكرا لكم بزاف اللي عطيتوني هذه الفرصه. لان هذا الشيء تتعاود. شكرا لميديان تيف اللي عطاتني هذه الفرصه هذه، اللي لحقت لي شنو عندي. المجتمع ما كيعرفش. عمرك ما عاودتي هذا الشيء؟ كل واش يقول وكل وسبابي تبدي تمشي واحد المشي محلوله بزاف، داك لا لاغيك اللي كان كيحط لي انا ويقول لك ديرها لرجليك. يطلع راه ما كيديرش هكاك. نعم شكرا لك يا مراد. سي فيصل ما عرفتش انا ما عرفتش انا نجاوبك على سؤالك. انا نجاوبك على سؤالك اللي طرحتي عليه ديال انه واش ممكن انه شي حاجه اللي مرات علينا في الطفوله ديالنا واذاتنا نفسيا لواحد المستويات عليا من الاداء اننا نتجاوزوها. اكيد يمكن، ما كاينش ما يمكنش، ما كاينش شي حاجه اللي ما يمكنش، اكيد يمكن ان نتجاوز، ولكن باي معيار؟ بمعيار ديال المتابعه والمصاحبه النفسيه، خصوصا في الحاله ديال مراد. مراد اللي خصك تعرف الان بانه الحاله النفسيه ديالك تتعيش واحد الاهتزاز، لانك تتعبر وتيبان لك بانه الضدفه، بانه ما بقاتش الحياه، ما بقاش الضوء، كاين غير الانتحار وكاين غير الموت. وحتى التفكير ديالك حتى داك لو جيجمون تيولي شويه التيغي، تنوليو نفكروا باننا ربما غناديو هاد الناس. كيف تتفكر الحاله الاولى اننا ننتقموا منهم، اننا ناديو راسنا، وراه اذى للنفس، لانه حتى هي كون شدات خوها اول استافيت غتجي غتديها هي وغيتحكم عليها هي بالحبس، وخوها غيرجع لعند باه. ولا انت كذلك، ها انت كاع انتحرتي وهذا، واشنو حققتي عندهم؟ انت تعتقد انك راك غادي تاذيهم نفسيا، هو راه ما كاين حتى شي اذى، ما غاتاذيهم حتى شي حاجه، واحد كان مشى ومات وصافي. المهم هو انت ما حتى حاجه ما فاتت، واخا ما شحال يكون العمر ديالي، اكيد انه كاين شي حوايج اللي كتراسا. كيف قلت انا الخشب، مازال الخشب راه ممكن نقطعوه، انا نقدر نقول لك الحديد كاع اللي صعب ان الفولاد اللي ما يمكنش اننا نتجاوزه، ولكن تنحاولوا ما امكن اننا نتجاوزه باش باننا تنديروا ما يسمى بالتعويض النفسي، تنعوضوا اضرارنا النفسيه باننا ننجحوا في حياتنا. شحال من يتيم الان، وشحال من غير معترف به الان، رئيس اداره، مدير معين، استاذ، بزاف ديال الناس ثبتوا ذواتهم. اللي ننصحك بها مراد هو انه المهم نحاولوا ننسقوا هذه المساله، وان ضروري من طبيب نفسي، ضروري من المتابعه النفسيه، مع طبيب ديال في القطاع العام اللي يتابعك واللي هذا. وانا متاكد انه من بعد الى شفنا حتى المساله ديال انه خضع تكوين معين ولا هذا وتنطلق في الحياه، غتبدل لك شويه هذه النظره، ما غيبقاش يبان لك هذا الظلام اللي كتشوفه الان، ربما غيبان لك شويه ديال الضوء.
شكرا لك سي فيصل طهاري. مشاهدينا ندوزو نستقبلوا مليكه اللي ولدو ولدها حتى هو عاش عنده 3 سنين تجربه قاسيه في حياته، ناخذوها بعد الفاصل. مليكه مرحبا بك. مليكه انت ولدك وقع له حادث، طاح تخسر ليه وجهه. كان كيلعب بواحد البنت كان عنده 3 سنين. كان واحد طارو عندنا ديال القزدير تيخشي راسو، هي جات من اللور ودارت له هان، تخسر من هنا. عنده 3 سنين؟ كان عنده 3 سنين دابا عنده 12 ونص. تخسر ليه وجهه. تخسر له وجهه. دابا المشكل ديالو ما تيهرب ليا، تيقول لي كاع ما تعولي نقرا كاع ما تعولي حتى حاجه، الا ما صايبش ليش وجهه مخسر. يعني حياه تخسرات. دابا اختو اللي عنده في الوجه تضرات ليه في حياته كلها. جوج ضربات. دابا اختو لو قالت له الكماره كداير تبقى يهز الكاس ويخبطو. كتعايرو اختو. اختو لا هضرات معاه. قال لي انا مشكل عندي في المدرسه. اش كيقولوا لي في المدرسه؟ مشرمط، خسر له وجهه. لا باش معقد ليا. دابا انا مشينا سافرنا لشي بلاصه بحال هكا تيدبز ليا فوسط الطوموبيل، تيقول البنادم مالك كتحنز. مالك كتشوف. حيت كلشي تيشوف، وحتى واحد ما عارف راه كان تيلعب صغيور وتشرح. والو. دابا تيقولوا علم الله يك من الجنا والو. الصيف شتي الصيف. الحراره. وتيدير قبيه تيلبسها وتيديرها هكا. باش يستر. باش قال لي انا وجهي ما نبينش. ولدك تيقول لك ما حدك ما درتيش هي التجميل، عمر كيما تشوفي النهار الابيض معايا. مع عمري قال لي ما تشوفيني، قال لي انا خرجت مكار. قال لي حياتي كلها قال لي عنده وجه جحيم، هو تيهرب لي سيبات لي في الزنقه. واحد النهار هضرت معاه قلت له انت ولدي راه اختك دابا انت تشوف دابا انا حامله وعندي واحد 100,000 ريال، خليني عند تفك وغادي نشوف لك شي طبيب ندير لك التجميل. قال لي صافي رانا ملي ولدت زادت لي البنيه مريضه، عندها فم المعده مسدود ما كيدوش الماكله، زادت تخليقه. تلهيتي معاها وحلتي فيها ونسيتي. تنجري من الطبيب للطبيب من الطبيب للطبيب، هذيك المية مشات. يعني فتحت لها في السويسي. قال لي ماشي شغله. هذيك قال لي فتحتي لها درتي بها وانا يلا. وثاني هذيك النهار مؤخرا واحد الدري قال له يلا نحرقه. قال لي انا نحرق باش نصايب وجهي. 13 عام. 13 دابا 12 ونص. 12 في عمره. هو من 3 سنين ومحررها عليك. ماشي 3 سنين حتى دخل التحضيري والثاني. من الثاني. من الثاني هو عشت حرام. من الثاني شحال كانت عمره؟ كانت عنده 8 سنين. 8 سنين. حيت هو تضرب فاش كانت عنده 3 سنين. اي ولكن ما حش هو براسه؟ لا ما فاقش بجنابه وشاف وجهه حتى دابا تبدا يكبر. تبدا عاد باش يدير له داك الشيء. تهضر هذيك 7 سنين ولا في الثاني. هو غادي وتتمجد عليك دابا. قال لي ماما تيعايروني في المدرسه تيقولوا لي مشرمط. مشرم الوجه. قال لي ما بقيتش نتحمل قال لي هذيك الهضره واش نقتل شي واحد؟ مؤخرا ضرب واحد الدري دمغو. على هذا السبب. على هذا الشيء قلت له ولدي انا عكاريه ما عنديش. دابا المشكله مليكه ان الولد غادي وتيكبر. غادي وتيتعقد. والجرحه غادي وتتجبد. واحد الولد كيكبر. ضربه من هنا حتى ذبحه ومن هنا. يعني هذيك اللي كانت هنا ولا حتى واحد ما تيعذرو راه كان تيلعب والبنت دفعاته في السقف. لا والو. يعني هذا باينه فيه شمكار. شمكار هي قالت له وحده جارتنا قالت له شوف الشمكار اللي باقي تضرب ولدي غادي نتفاهم معك. اذا الحل اللي عندك انت هو تحيدي ديك انا تنطلب الله المحسنين ليا هذاك. هذا هو الحل اللي عندك. ما عنديش اختي كاريه مشكله، ما عنديش الراجل مريض ما تيخدمش غير انا اللي تنخدم في الديار. ما عنديش الحاله ضعيفه مشكله. هذه هي المشكل ديالي انا. اذا السي فيصل هي حادث صغير ممكن يعطينا احداث كبيره، عطينا سلسله ديال تيقول لها عمرك ما تشوفي النهار الابيض. من طبيعه الحال كيفاش التعامل مع اطفال بحال هكذا؟ وهذا جرح خارجي وعطى جرح داخلي اللي هو اعمق، لان المشكل ما بقاش مرتبط بان كاين واحد الطراس في الوجه بقدر ما مرتبط بنفسيه الولد. يعني انا ما غنقراش ما غاديش نخدم وما غاديش يمكن لي نكون بحالي بحال الناس بلاش على ود هذا الجرح هذا. هنا تنعرفوا بانه الجانب النفسي راه واحد العامل كبير جدا، والناس اللي مرضى بالاضطرابات النفسيه وتعاني ونفسيا احيانا يتمنون انهم يكون عندهم الامراض العضويه. انا تنعرف الناس اللي تيتمنى يكون حتى فيه السرطان، كيقول لك شي يكون عندي ورم خبيث ربما نقدر نتجاوز وربما نقدر نتعالج، تيبقى واحد الامل انه لا درتي لا شيمي ولا درتي لا غاديو غادي تبرى. لكن الجانب النفسي تيبقى دائما يؤثر علينا. صعيب اننا نتجاوزوه، ولكن باش نتجاوزوه ايضا كاينه واحد التكلفه معينه. كاين تكلفه اللي زمنيه من عمري انا خصني نتابع ونشوف اطباء وهذا، احيانا تكلفه ماديه اللي تتكلف عمليه جراحيه مثلا هادي باش هو يترمم نفسيا خصنا نديروا ليه عمليه ديال التجميل او لا متابعه نفسيه اللي احيانا قد توصل لثمن معين، دي كونسلتاسيون دواء معين غالي. هذا فهنا يترافق ويتابع وما يخليش يترافق ويتابع ما يمكنش لك تخلى عليه، ما يمكنش لك تخلى عليه لان الامر كيتعلق بانسان
كامل، ما بقاش عندنا جرح في يد ولا في وجه، لا هذا مشروع انسان يدمر يوما عن يوم. وهنا كنقولوا للاباء والامهات خصوصا اللي هما في باب التربيه، وكذلك الاساتذه وكل من يتعامل مع الاطفال ومع التربيه، اننا ننتبهوا بواحد الشكل كبير لهذه المرحله من مراحل الطفوله. وكون متاكد انك الا قويتي الطفل في هذه المرحله، والابن ديالك خوك انت استاذ تتقري دوك التلامذ اللي عندك، الا طلعتيهم في ديك المرحله قويين نفسيا، كون متاكد ان ما عمرك ما غادي تخاف عليهم. والا كان العكس اكيد النتائج بطبيعه الحال المجتمع بشكل عام. مشروع واحد اللي ممكن يكون بطبيعه الحال عرضه لكل شيء، عرضه للانحراف، عرضه للجنوح، عرضه لاي حاجه. وهذا تيخلينا اننا نعاودوا ناكدوا على هذه المساله هذه، وكنقولوا ربما الا اضطرنا وعطينا في هذيك المرحله كل ما هو ايجابي اكيد ما غنشوفوش الحالات ديال اليوم. شكرا بزاف السي فيصل الطهاري، شكرا لكم الحضور الكريم، شكرا لك ملكه، مازال نتواصلوا معك ونشوفوا الموضوع ديال ولدك. شكرا لك مراد، نتمنوا نبقاو معك في التواصل ونفكروا في المشكل ديالك. شكرا لك مهدي سكينه، ايضا مازال نتواصلوا معك. شكرا لكم مشاهدينا اللي تابعتونا في هذه الحلقه عقده عشت معايا من صغري، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. تلقاو نهار واحد اخر مع قصه واحده اخرى باقي في الناس بزاف. والسلام عليكم.